العراق تقسيم قيد التنفيذ بشعار الأقاليم على أساس مكوناتي. الليلة في دائرة الخطر سياسة تقسيم العراق إلى دويلات صغيرة ليس بجديد، قالها جو بايدن مرشح الرئاسة الأمريكية الآن في الماضي، واليوم أصوات تسعى إلى عودة التقسيم تحت شعار الاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي. لكن من حيث المبدأ والأطر الدستورية نجد إشارة واضحة إلى الأقاليم في الدستور، لكنها لم تطبق منذ التصويت على الدستور العراقي عام 2005 كعقد اجتماعي وسياسي ضامن لجميع العراقيين. اليوم لربما هناك توجهات سنية كبيرة لإعادة سيناريو المطالبة بإقليم سني غرب العراق برعاية أمريكية، فهل نمضي إلى أقاليم وتبقى بغداد للجميع كمركز اتحادي، أم نذهب إلى تقسيم العراق إلى ثلاثة أجزاء أو دويلات تكون مدعومة من الخارج؟ سيناريوهات يراها الكثير تناغم مع التوقيت والمساعي الأمريكية والإقليمية ليبقى العراق تحت رهن التأثير الخارجي. الليلة في دائرة الخطر مع القاضي منير حداد والدكتور حيدر البرزنتشي الباحث في الشأن السياسي والدكتور عبد الرزاق الشمري رئيس تجمع القوى العراقية للإنقاذ.